نعم احمد تم الاعلان عن استشهاد منفذ العمليه التي اسفرت عن اصابه سبعه اسرائيليين بجروح وصفت ما بين الخطيره جدا والخطيره والمتوسطه في تفاصيل هذه العمليه احمد ومن خلال الشهادات التي استمعنا إليها قبل قليل من عدد من الفلسطينيين أخبرونا بأن هذا الشاب ربما خرج من منطقة كفر نعمة أو دير بزيع غربي مدينة رام الله بعد ذلك اتجه إلى هذه النقطة التي أمامنا مباشرة مفترق الطرق الذي يربط عدد من مستوطنات دوليف وتلمون وغيرها من المحيط الاستيطاني استغل وجود يعني وجوده عند ساعات الصباح الباكر الخامسه والنصف على وجه التحديد بعدها فتح النار تجاه مركبه اسرائيليه قد يعني تظهر بصوره قليله في الصوره امامنا زرقاء اللون هي مركبه للمستوطنين اطلق الرصاص على من تواجد فيها بعد ذلك اشتبك مع مستوطنين اخرين ومن ثم انسحب الى محيط الجبل منطقه جبليه لم تستطع قوة قوات الاحتلال الوصول اليها بصورة سريعة استمر الاشتباك ما بينه وما بين قوات الاحتلال قرابة خمسة ساعات أو أقل بذلك بقليل بعد ذلك لم تستطع القوات الإسرائيلية العاملة في الميدان الوصول إليه أو إصابته أحضرت طائرة درون أطلق الرصاص صوب طائرة الدرون هذا المنفذ وبعد ذلك تم استخدام طائرة هولوكابتر وطائرة مروحية عمودية قامت بعد عدة ساعات بإطلاق صاروخ مباشر باتجاه هذا المنفذ وهو ما ادى الى استشهاده احمد نذكر هنا هذه للمره الاولى التي يستخدم فيها جيش الاحتلال الاسرائيلي طائره اباتشي منذ الانتفاضه الثانيه أسلحة رشاشة أطلقتها الطائرة العمودية وبعد ذلك استخدام الصاروخ الذي انطلق بكل الأحوال نحن نتحدث عن وضع الصعب في المنطقة هناك معلومات تردنا في هذه اللحظات بأن منفذ العملية هو من بلدة كفر نعمة غربي مدينة رام الله حسب ما يردنا في هذه اللحظات ولكن بكل الأحوال أحمد هذا اليوم هو ذكرى عشرين عام على اغتيال أحمد ياسين عام 2004 وأيضا نتحدث عن أن هذه العملية ربما تكون قد نفذتها فصائل فصيل فلسطيني أو أن هذا الشاب ينتمي إلى فصيل فلسطيني بكل الاحوال وهذا طبعا امر غير مستبعد ولكن التزامن تزامن هذه العمليه توقيت هذه العملية بعد مرور 20 عام في هذا اليوم قبل 20 عام أي في عام 2004 اغتالت إسرائيل مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين بإطلاق ثلاثة صواريخ من طائرة عمودية إسرائيلية عندما خرج أحمد ياسين القيادي والقائد الكبير في حركة حماس من المسجد اغتالته واغتالت سبعة من مرافقيه وأيضا اثنان من أبنائه بجروح خطيره بكل الاحوال هذه العمليه ليست عمليه ربما تكون يعني فرديه بان المنفذ قرر تنفيذها بصوره منفرده او ما كانت تسميه اسرائيل ولا زالت تسميه الذئب المنفرد بمعنى انه نسق وخطط لهذه العمليه منفردا ومن ثم اتجه لتنفيذ هذه العمليه بعد اختيار الموقع ولكن بكل الاحوال يعني التزامن التوقيت بالذكرى اغتيال احمد ياسين يضع علامات استفهام بان هذه العمليه قد تكون تتبع لحركه حماس او ان حماس ستتبناها في وقت لاحق من هذا اليوم ولكن لا زلنا نتحدث عن إغلاق الطرق الرئيسية وأيضا حركة المستوطنين في مستوطنات دولف وتلمون مشلولة بالكامل لا يوجد أي حركة في هذه الأثناء سوى حركة لقوات إسرائيلية تدخل إلى منطقة دير إلى بلدة كفر نعمة حيث من المتوقع أن يكون منفذ العملية هو من يعني المنطقه من احدى المنطقتين او احدى القريتين بكل الاحوال نحن نتحدث ايضا عن معلومات بان هذا المنفذ قد يكون ايضا من ربما الاجهزه الامنيه الفلسطينيه وايضا يعني هذا طبعا متوقع ولكن بكل الاحوال طبيعه الاشتباك الذي شاهدناه خلال آه هذا الصباح لمده خمسه ساعات يدل على ان الامور آه يعني ان هذا الشخص او هذا المنفذ هو آه منفذ مدرب آه في هذه الاثناء ايضا نلحظ حركه مكثفه للمركبات العسكريه الاسرائيليه على الشارع الرئيسي تدخل الى محيط بلده كفر نعمه هناك سته الى سبعه مركبات عسكريه الان تتجه الى منطقه دير بزيع آه و هذا ربما يؤكد على أن منفذ العملية إما أن يكون من بلدة ديربزي أو من كفر نعم على وجه التحديد ولكن بكل الأحوال الطائرة العمودية أيضا انسحبت قبل قليل من المتوقع أحمد أن يتم اقتحام منزل منفذ العملية بعد قليل ومن ثم اعتقال أفراد العائلة وأيضا الذهاب ربما باتجاه اخذ قياسات المنزل تمهيدا للقيام بعملية هدم واضحه ولكن هذا المنفذ يبدو انه كان مدربا بصوره كبيره جدا تلقى تدريبا عسكريا بصوره واضحه وهو ربما ما يضع اشارات استفهام حول هل كان هذا المنفذ ينتمي الى احد افراد الاجهزه الامنيه الفلسطينيه خصوصا ايضا انه ربما استخدم سلاح من نوع كوف في هذه العملية واستطاع المناورة لساعات طويلة بكل الأحوال أحمد نحن نتحدث عن يعني كتائب كبيرة تعمل 24 كتيبة للجيش الاحتلال الإسرائيلي تعمل في الضفة الغربية إضافة إلى سرايا عدة إضافة أيضا إلى خمسة آلاف من الاحتياط من المستوطنين الاسرائيليين من الجيش الجيش الاسرائيلي يعملون في الضفه الغربيه بمعنى ان حجم القوات في الضفه الغربيه يفوق باضعاف ما يتم العمل به في قطاع غزه من قبل الجيش الاسرائيلي وهذا يؤكد على ان الاوضاع اخذه في التصعيد ايضا اشير ايضا الى ما ذكرته بعض وسائل الاعلام الاسرائيليه انه خلال اقتحام طوباس شمال الضفه الغربيه كان هناك تطور نوعي وخطير للمرة الأولى يحدث بأن قام الشبان الفلسطينيون بتفخيخ سيارة وضعت على جانب الطريق وعندما دخلت القوة العسكرية تم تفجير هذه المركبة في إشارة إلى أن العمليات تأخذ في الضفة الغربية منحنيات أخرى ومنحنيات توصف بأنها خطيرة للغاية إذا نتحدث عن عملية إطلاق نار يوم أمس أيضا وقعت عملية إلقاء عبوه ناسفه باتجاه حافله اسرائيليه عند بنيامين او مستوطنات بنيامين او تجمع بنيامين الاستيطاني شرق رام الله بعد ذلك كان هناك اطلاق نار ساعات الصباح في منطقه غربي رام الله بمعني ايضا ان استمرار العمليات يأخذ وتيرة أعلى في شهر رمضان المبارك وخصوصا أيضا بأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية كانت تقول بأن لديها معلومات واضحة بأن أو عشرات المعلومات الواضحة تؤكد وتقول بأن هناك أفراد فلسطينيين أو مجموعات فلسطينية تنوي تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية أو ضد المستوطنين أحمد شكرا ديا حشي يا حشية مراسل الغد كنت معنا من غرب رام الله